هذه من المعجنات، هذا مثلا كاهي. هاي هنا نسمي الطاطلي، هذا الطاطلي الصغار. هاي الكاهي اثناء اسعاره، هاي الكاهي بالالف والكاهي بالجوز ب500. وهذه من السماء موجود الدرجة الأولى 8000 الفستق. وهي أكو أنواع من الحلويات ومن المعجنات، هاي يسمون هذه هنا الحلاوة، حلاوة المشروع نارخوز وبعض هاي انواع الحلاوة، هاي الموجود بالسوق الشهيرة الحلاوة. هذا البريد، هذا الكل يعرف البريد. اكو نوع ثاني من البريد المقصص، هذا البريد المقصص، هذا هنا البريد المقصص. الاسمر شنو؟ السكر، ها سكر. هاي نوعية البريد الأسمر مع السكر مع الشوفان، هاي الأسمر البريد مع السكر. أكو هذا نوع مع السكر، وهذا العادي أي واحد يأخذه. هاي الكليجات بأنواعها. طبعا تاج محل، تاج محل محل قديم بالعشر ومعروفة بمعجناته، ما شاء الله عليهم، يعني عندهم تاج جيد جدا وإلى سمعته بالسوق. هاي البقلاوة بالشعرية اعتقد، او شعرية بالجوز. احنا نسميه شكر لما، هذه حتى بقلاوة دايت موجودة. هاي البقلاوة دايت بالفستق الكيلو مات 20000. هاي البقلاوة دايت يعني ما سكر. هذا الكعك طبعا كعك طيب ولا أحلى ولا أروع.